تقوم وزارة السياحة والصناعات التقليدية بإعداد ورقة طريق خاصة بترويج للصناعات التقليدية والسياحية الجزائرية عبر سفاراتنا بالخارج وكل وكالات الخطوط الجوية الجزائرية، إضافة إلى الفنادق المنتشرة في كل الولايات، حسب تصريحات وزير القطاع حسن مرموري خلال تدشين الطبعة 22 للصالون الدولي للصناعات التقليدية. احنا حالياً أعطينا تعليمات لكل الفنادق الموجودة حالياً بالنسبة للفنادق الموجودة أنها تخصص إما قاعات للعرض أو للفيترين للعرض وإما محلات للبيع مباشرة. طبعاً قضية الترويج بالنسبة للسفارات ليس فقط الصناعة التقليدية وإنما حتى السياحة وترقية وجهة الجزائر. بصدد التفكير في هذا الأمر من أجل أننا فيما بعد إن شاء الله نقدم ورقة طريق خارطة طريق بالتنسيق مع السفارات الجزائرية والهيئات الدبلوماسية، سواء ما تعلق بالصناعة التقليدية وما تعلق أيضا بترويج وجهة الجزائر. أكثر من هيك حتى بالنسبة لمحلات الخطوط الجوية، وكالات الخطوط الجوية الجزائرية الموجودة في الخارج. ستعمل الحكومة على دعم الحرفيين للوصول إلى تصدير المنتجات التقليدية، حيث دعا مرموري إلى تفعيل نشاط التجمعات المهنية 20 التي تنشط منها 5 فقط على أرض الواقع. الآن عندنا حوالي 20 تجمع، ولكن حوالي 4 أو 5 فقط هي ناشطة. لابد من تنشيط وتفعيل كامل التجمعات المهنية الموجودة، ثم خلق تجمعات أخرى. ومن هنا حاليا نسعى مع وزارة التجارة من أجل دعم هذه المنتجات التقليدية حتى نتمكن من تصديرها. هذا ويساهم قطاع الصناعات التقليدية في الناتج الداخلي الخام بقيمة 245 مليار دينار جزائري سنوياً. تحاول الحكومة رفع هذه القيمة من خلال تصدير المنتجات التقليدية إلى الخارج.